وعلى هامش زيارته الرسمية إلى السعودية، التقى سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بالأستاذ سلطان الجريس نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال دعم المنظمات الأهلية، حيث استعرض الجانب السعودي المشروع الوطني المنصة الوطنية للتبرعات وأهدافه الاستراتيجية عبر مساهمته في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتمكين حياة صحية وكريمة وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي. طلع الوفد البحريني على أهم المبادرات التي تنفذها السعودية في مجال تعزيز دور الجمعيات الأهلية، حيث تم في هذا الإطار الإطلاع على مشروع صندوق دعم الجمعيات، كما تم استعراض أبرز أهداف الصندوق الرامية إلى دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية.